كما أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن المحورين السياسي والاقتصادي سيشهدان تطورا ملحوظا في الفترة القادمة. هذا ودعا المستشار محمود فوزي المواطنين للمشاركة الواسعة في الاستحقاق الانتخابي القادم، لافتا إلى أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات الرئاسية. والحملة الرسمية كما سبق لي أن أشرت مستمرة في مقابلة الخبراء والمتخصصين، وأن الصيغة النهائية لرؤية مرشحنا الانتخابية ستكون قد تمت مراجعتها وتنقيحها من مجموعة من الخبراء والأساتذة المرموقين المتميزين كل في مجاله، لكني أركز لحضراتكم على أن المحور السياسي والمحور الاقتصادي سيشهدان اهتماما واضحا وتطورا ملحوظا في المرحلة المقبلة. وأخيرا، نحن في الحملة الرسمية ندعو المواطنين المصريين في الخارج إلى التصويت في أيام 1 و2 و3 ديسمبر، يعني الكلام ده كمان 21 يوم، يعني الوقت قرب جدا. كمان بنفكر نفسنا وبنفكر إخواننا المواطنين بأن الانتخابات هي أيام 10 و11 و12، وأدعو وسائل الإعلام إلى التذكير المستمر للمواطنين بمواعيد الانتخاب، ونحن نرى وندعو المواطنين إلى المشاركة الشعبية الواسعة في هذا الاستحقاق الانتخابي. نحن لا نرى الاستحقاق القادم مجرد استحقاق عادي، إنما هو اصطفاف وطني للدفاع عن هذا الوطن ومقدراته، والدفاع عن ما يعني يجري في المنطقة كما نعلم جميعاً.